السلام عليكم. اليوم نتحدث على مجلس قضاء مدينة سيدي بلعباس أو الخاص بولاية سيدي بلعباس، واللي تم تدشينه في 2014، وهو من الأوائل المجالس القضائية اللي تم إنشاؤها في الغرب الجزائري بعد مجلس قضاء تلمسان، ويعتبر إضافة لبنة في بناء الصرح القضائي للدولة الجزائرية، واللي نفتخر بهذه الإنجازات في خاصة في هذا الميدان اللي يعتبر أنه يعني الحيث القضاء يعتبر يعني الركيزة الأساسية لأي دولة في العالم هو القضاء، وإن شاء الله تكون يعني العدالة في الموعد، وتكون يعني الخدمة للعمومية على حسب تطلعات الشعب الجزائري. والسلام عليكم.